السلام عليكم. مهم جدا نناقش مع حضراتكم هذه المعلومات الهامة. هديلك شوية عناوين كده وبنبدأ ننطلق منها في هذه الحلقة الهامة جدا اللي أتمنى تساعدونا في نشرها لتصل معلوماتها لكل المشاهدين. رقم واحد كعنوان بنتحدث عن انخفاض منسوب نهر النيل الأزرق في السودان، وتحديدا في الاتجاه الشمالي من الخرطوم وحتى جنوبا في اتجاه طول مجرى نهر النيل الأزرق في السودان. رقم 2 السودان لم يفرغ بعد سد روسيروس، وده الموعد المفروض يفرغ فيه السد حتى تنطلق المياه نحو الشمال، ويأتي التدفق من سد النهضة أو من إثيوبيا، لم يحدث بعد. رقم 3 إثيوبيا تسجل أكبر ميزانية دفاع في تاريخها العام الماضي. أولا ببدأ مع حضراتكم العنوان أو الخبر الأول اللي بيتحدث عن انخفاض منسوب نهر النيل الأزرق في الخرطوم. هذا الخبر مهم جدا. أنا بكلم حضرتك على تصريحات بينقلها الخبير عباس شراقي، بيتحدث من صحفي سوداني أن منسوب النهر انخفض في الخرطوم. طيب إيه السبب؟ بنتحدث عن رقم واحد وضع نقل المياه من سد النهضة إلى السودان، من بحيرة السد إلى السودان كيف تنقل المياه الآن؟ الفكرة ببساطة، أنت عندك ثلاث مخارج بتعدي منهم المياه من سد النهضة نحو الشمال. رقم واحد الممر الأوسط اللي كانت بتعبر المياه من أعلى وتوقف ده. رقم اتنين التوربينات، عندك اتنين توربينة في موقع أسفل أو في موقع غير موقع التوربينات الأعلى، ودول المفروض كانوا يعملوا عشان تمر منهم المياه، متوقفين من شهر مارس الماضي. رقم تلاتة فتحات تصريف المياه، عندي فتحتين، فتحة شرقية وفتحة غربية، الاتنين متجاورتان، ولكن الفكرة تم فتح الفتحتين دول يوم 8 يناير الماضي، ولكن احدهم متعطلة من شهر فبراير، من يوم 23 فبراير، وفي واحدة متعطلة، بل خد عندك اللي شغالة من يوم 23 فبراير بتعمل فقط بنصف طاقتها. 25 مليون متر بيعدوا من سد النهضة نحو السودان من 23 فبراير، 25 مليون متر لا يلبوا ولا يكفوا كافة الأغراض المتعلقة باستخدام المياه، وبالتالي طبيعي جدا تتحدث عن مرور الفترة دي. احنا النهاردة فيه داخلين على منتصف 5، وبالتالي هناك نسبة قلة في المياه تدريجيا هيشعر بها المواطن السوداني، وهناك سيناريو كارثي حصل في سنة 2020، فترة شفنا فيها جفاف ممتد حوالي 20 يوم، حصل من يوم 1 ليوم 21 يوليو، انخفض فيها منسوب نهر النيل الأزرق لحوالي 12-15 سنتيمتر. الانخفاض ده خرج محطات مياه الشرب عن الطاقة في السودان. السيناريو ده مرشح أن يتكرر. طيب إيه الأسباب غير ده؟ رقم 2 بكلم حضرتك أنه سد النهضة المفروض أنها يستوعب هذا الملء، الملء القادم اللي هو الرابع 17 مليار متر مكعب كحد أدنى، ضيف عليهم كمان ما تم تصريفه من المياه من الممر الأوسط قبل فترة 8 يناير وقبل فترة 23 فبراير، ما تم تصريفه من الممر الأوسط من انتهاء الملء السابق، ضيف عليهم كمان الفترة اللي اشتغلت فيها التوربينات اللي تعطلت مرتين، مجموع لا يقل عن 10 مليار متر مكعب، يعني بتتكلم فيما اقترب من 27 ل 30 مليار متر مكعب هيتم حجزهم في بحيرة سد النهضة هذا العام. وأنا بكلم حضرتك على إيراد نهر النيل الأزرق كله حوالي 35 مليار متر مكعب، فحضرتك هتشل من ال 35 27 مليار متر، وتبدأ تصرف لي ال 27 أو جزء منهم تدريجيا ولكن بقدر بسيط، مش بعيد تعمل نفس الحركة وهي إغلاق بوابة من البوابات أو فتحة من فتحات تصريف المياه، والفتحة الثانية تعمل بنصف طاقتها. أمر غريب جدا، أنا بديلك المعلومات لكن الأبعاد اللي ورا هذه المعلومات ممكن حضرتك تفسرها. ليه إثيوبيا بتعمل كده؟ بتقطر السودان تقطيرا، ومن ورا السودان طبعا بتحاول إنها تؤثر، ودي معلومة مهمة جدا، إنها تؤثر على مخزون بحيرة السد العالي أو بحيرة ناصر في مصر، بتحاول إنها تضرب هذا المخزون بأي قدر وبأي طريقة. النهارده مخزون كبير جدا موجود في بحيرة ناصر لأنها مصممة بشكل طبيعي يستوعب الجفاف الممتد ويستوعب قوة الفيضان. حضرتك شفنا جفاف كان ممتد لسبع تمن سنين في سنة 81 حتى سنة 87،
هذا الكفاف لم يشعر به أحد في مصر بسبب بحيرة ناصر. عايز أقول لحضرتك المعلومة الثانية، وبالتالي مع قلة المياه القادمة من سد النهضة الإثيوبي، طبيعي جدا سد روسيروس لا يصرف المياه استعدادا لموسم الفيضان، لأنه طبيعي مفيش موسم فيضان هذا العام. تخيل معايا هتحجز 17 وتضيف لهم ما تم تصريفه من المياه خلال طول الشهور الماضية من وقت انتهاء الفيضان السابق، أو من وقت انطلاق المياه التي قدمت اللي هي كان في أغسطس 2022 لما انتهى الملء الثالث. إذ بقى حضرتك الفترة دي، وتعالى نشوف السنة دي متى سينتهي الملء الرابع. التوقعات انه ينتهي في شهر سبتمبر، يعني هيطول عن العام الماضي. بكلم حضرتك في اخبار مهمة جدا، وزي ما قلت لك الاخبار دي لها ابعاد وليها تفكير في معلومات خلف هذه الاخبار، ولكن متوقع زي ما قلت لك مشكلة كبيرة جدا تصيب السودان، وزي ما قلت لك مشاكل محيطة، ربنا يكون في عون من يدير شؤون بلاد زي مصر. الموضوع ليس بالامر الهين، وفكرة معركة ليست بالفكرة للبعض بيظنها او بيتصورها. مش فكرة ان انت ضعيف مقابل اثيوبيا، ولكن فكرة ان انت بتدخل من توتر تنتهي منه الى توتر اخر، من حرب في مكان الى حرب اخرى في مكان اخر، وكلهم تقريبا بجوارك او انت متضرر منهم بشكل مباشر. عايز اقول لحضرتك الاخبار اللي مهمة جدا، احنا بنتحدث عن ارتفاع هيستمر في الملء الرابع، او ارتفاع هيستمر لسد النهضة. ممر أوسط بيصل لحوالي 620 متر، والجانبين أعلى منه حوالي 527 متر. فبكلم حضرتك على ارتفاعات متكررة، الارتفاع ده معناه حجز مزيد من المياه. بكلم حضرتك على أخبار تسليح إثيوبيا. إثيوبيا بتسجل أكبر ميزانية دفاع في تاريخها في 2022. التفكير هنا، هل إثيوبيا بتسلح نفسها استعدادا لمواجهة مصر في إذا حالت أو إذا كانت مصر بتحاول إنها تقوم بعمل عسكري ولا لا؟ التقارير اللي نازلة بتتحدث عن زيادة ميزانية الدفاع الإثيوبية لتصل لمليار دولار لأول مرة في تاريخها، زيادة بنسبة 88% عن سابقتها. وعايز أقول لحضرتك إنها الميزانية الأكبر في دول شرق إفريقيا، وعايز أقول لحضرتك إنها قياسا بالجي دي بي أو إجمالي الناتج هي ميزانية كبيرة لحد ما، لأنه ناتج إثيوبيا كله بيتكلم في 120، دخل القومي طبعا بيتكلم في 120 مليار دولار. اما بالنسبة لمصر فهتجد ميزانيتها حوالي ما يقترب من 5 مليار دولار ميزانية الدفاع، وبالتالي الناتج الاجمالي لمصر حوالي 400 وشوية مليار دولار. بتحاول اثيوبيا انها تجهز نفسها وتستعد، ولكن المعلومة المؤكدة واللي فيها بدون لف ودوران، اثيوبيا كان عندها معارك محتدمة داخل البلاد، حاولت تسلح نفسها اكثر واكثر لمجابهة التمرد الداخلي، سواء في جبهة الـ TPLF أو في مشاكل الأقاليم المتنازعة مع الحكومة الفيدرالية الإثيوبية. مشاكل كتير بتحيط بيك من كل جانب، منطقة ملتهبة، صراعات مستمرة تنتقل من مكان إلى مكان آخر، وطبعا بحكم أنك دولة مصب وخسران أو خسارة السودان كطرف يقف معك في هذه المعركة أمر مهم جدا. نعرف أن مصر النهاردة تحارب بمفردها في هذا الملف الوجودي. ولما أقول لحضرتك أنه هل ده هيؤثر، يعني حجز المياه الكبير جدا اللي هتحجزه اثيوبيا هذا العام اللي هيكون الاكبر في تاريخ حجز المياه من قبل اثيوبيا، هل ده هيؤثر على مصر؟ الاجابه طبعا هيؤثر، ولكن زي ما قلت لك عندك السد العالي بيقوم بحمايه مصر ضد مخاطر الفيضان والجفاف المتكرر. واعتبر السنه دي سنه من السنين العجاف اذا قامت اثيوبيا بحجز هذا الكم اللي انا بكلم حضرتك عنه، واعتبر السد العالي حائط صد يصد عن مصر نقص المياه والجفاف وايضا الفيضان. بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.